صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم بفلوق اليوم، رح اخذكم معي جولة لحتى نتفرج على البيت الجديد وكتير تفاصيل تانية. استلمت مفتاح البيت وانا على الطريق رايحة نشوف البيت سوا. اول غرفة اوسع غرفة بالبيت اللي هي غرفة القعدة او المجلس او الصالة، كيف بتسموها اكتبوا لي بالتعليقات. فيها شباك كبير والغرفة واسعة، فانا هسه ما عندي افكار، شاركوني بأفكاركم بالتعليقات. بعدين في عنا هون المطبخ، كمان مساحة المطبخ كبيرة، وكمان لسه ما عندي ألوان فاقترحوا لي ألوان الموضة هي السنة للموبيليا، وفي شباك كبير. بعدين في عنا هون غرفة الأطفال أو غرفة الأولاد، بيجمع هاي الغرف كلياتها موزعة كبير، وهون الحمام الله يحفظكم، وفي كمان غرفة ثالثة. تفاصيل البيت كتير حلوة، احفظوا شكل البلكون لأنه بالصيف رح يتغير ويتحول لجنينة. والأجمل من هيك إنه جنب البيت في هذا النبع اللي كتير حلو، عن جد كتير نيال إن اللي عايشين جنب هذا البيت كتير محظوظين بصوت المي الرايق. ومو بس النبع، حتى المدينة بتطل على واحد من أكبر أنهار أوروبا اللي هو النهر الراين. اكتبوا عنه بالخريطة واكتبوا لي معلومات النهر تحت بصندوق التعليقات. المدينة كتير حلوة ومخدمة كتير، حتى المدارس والروضات كتير قريبة منها، وسائل الترفيه للأطفال كحدائق عامة كلياتها موجودة. فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، أخذ هذا البيت ولا دور على بيت تاني كمان؟ علمان البحث على بيت بألمانيا مهمة شبه مستحيلة، أو مو مستحيلة بس هي صعبة شوي، يعني بصعوبة، ولازم يكون في عندكم شروط معينة مثل إنكم تشتغلوا أو يكون في عندكم راتب شهري، إن كان من منظمة اجتماعية أو من شغلكم الخاص أو من وظيفة أنتوا بتشتغلوا فيها، يعني لازم يكون في عندكم راتب لتقدروا تستأجروا بيت. وكمعلومة بتفيدكم، ممكن كتير شركات تساعدكم ممكن تلاقوا بيت على طلبكم، يعني مو بس مكاتب أو مثلا بيوت تابعة لأشخاص فيكم تستأجروها منهم، لا، في كتير شركات هي مسؤولة عن شراء البيوت وتأجير البيوت، وبتلاقي لكم بيت حسب احتياجاتكم. رح احاول اجمع لكم شوية روابط وحط لكم اياها بصندوق الوصف مشان تقدروا تستفادوا منها. اكتبوا لي رأيكم بالمدينة اذا حبيتوا او لا. فترة بنعمل أنا وصديقاتي جمعة، بنقعد بنحكي، أولادنا بتلعب مع بعضها، بنشرب قهوة كتير وبنتسلى وبنحكي بخطط كتيرة وبناخد آراء بعض. فهالقعدات بتساعدنا أنا وصديقاتي نتخطى الغربة وصعوبتها. وطبعا ما بيخلى الموضوع من الأكلات اللذيذة، فقررنا أول شي نعمل تبولة سورية وكمان سندوتشات شاورما. والشاورما السورية أصولها هي عن جد وحدة من أطيب الأكلات، رح شاركها معكم شي نهار بفيديو خاص. ومن ضمن الأكلات اللي رح جربها أول مرة هي فتة المكدوسة وفتة الباذنجان كمان. Thank you.
طلعنا وقررنا نتمشى شوي، بالرغم من انه المانيا بلد كتير كبير وفيها كتير سكان، بس بالليل تتحول لمدينة كتير مهجورة وباردة وما فيها حدا الا بالنادر. فتصبحوا على الف خير، تضلوا بخير وصحة وعافية، وعملوا سبسكرايب للقناة تبعتوا لرفقاتكم، واكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة تحت. بشوفكم بفيديوهات جديدة. تصبحوا على الف خير يا رب.